دنيا شوفي والله يعني أنا دنيا كصوت وحقيقة لا يعني من الأصوات اللي جدا رائعة جدا 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 قد ما بدك كويس. أنا شخصيا والله 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 هي ثلاثة لا أعلم شو مشكلتها معي صدقيني إلها سنين بتحكي على هذا الموضوع في الإعلام والله ما بعرف ليش يعني ما هو السبب اللي فعلا يعني يخليها إنه يعني تهاجمني بهذه الطريقة والله بتجرب ما بعرف ما بعرف إنه أنا ما سلمتش عليها. تعرفي إنه بعد ما حكت عني أول مرة شفتها عدة مرات وسلمت عليها كيف؟ والله ما أعرف. فبشكل عام صدقيني والله ليس لدي أي مشكلة معها نهائيا أنا على الصعيد الشخصي وبقول لك الله يوفقها وللأمانة صوت رائع وأنا بصراحة أحكي لك لكن أنا متفاجئ منها يعني ليش بتتعامل بهذه الطريقة. أنا ما بقول لك أنا عفنها ما بتكلم لأنه صوت والله رائع ربنا الله حقيقة عفوا يعني ما بعرف ما عندي أي طريقة أنه أنا أتواصل معها بس بشكل عام أنا بقولها يا عمي أنا زلمة بقول لك أنا شخصيا مسامحي والله يوفقك يعني من قلبي من قلبي الله يوفقك. شكرا استاذ محمد عساف مساء اليوم على منصه انهر. شكرا.